جينا زايد. أنا حابة أوصف عن العيشة اللي عايشينها الفلسطينيين، وخاصة أهل الشمال، إنه ما فيش عندهم لا ملبس وخوف ورعب وما فيش أكل، ويعني حتى أطفالهم، حتى يعني جثث الناس المحللة في كل شوارع غزة، ويعني من حق الأطفال إنهم يشوفوا حتى على التلفزيون يشوفوا أشياء مضحكة وكرتون وأشياء صاروا يشوفوا على التلفزيون أشلاء البني آدمين المحللة والقصف والرعب وخوف في كل مكان ومحاصرت اليهود إلهم. يعني ما فيش حياة في الشمال، فيش حياة، حتى ما فيش عنده، ما فيش لأطفال غزة ولا أكل ولا شرب، حتى بيناموا في يعني في أماكن نزوح وبخوف ورعب، ويعني يعني ما فيش لهم يعني وين حقوقهم؟ يعني ما يعني فيش غير أطفال غزة ما فيش لهم حقوق، ليش كل أطفال الدول تانية لهم حقوق إلا أطفال غزة؟ يعني وأنا بقول للشعب الإيراني كل عام وأنتم بخير، بحرور رمضان عليكم وعيد النبي.